والفلوق بالغنم. اليوم نحن بحديقة هون في ألمانيا بهامبورغ اسمها بوتانيش غارتن. فهون فيها بحيرات، فيها أشجار، فيها من كل أنواع الورود وأماكن ثانية. هاي بحيرة صغيرة، هون كله خضار بخضار. اليوم الجو ماشي حاله نوعا ما، شمس مع مطر مع هواء وهكذا. هاي البحيرة بحيرة صغيرة، هلا نشوف كيف نصور بعض الشغلات الجميلة ونشوف نتعرف معكم على الحديقة هاي، لأنه أنا أول مرة أجي فيها أو أجي لعنده، فسمعت عنها أنها حديقة جميلة فأجيت. يقعدوا عليه الناس. هاي هون يعني حمام، تجاه حمامات نساء رجالي وهكذا. يعني في نتعرف عليها الحديقة اليوم. حديقة نشوف هذا الشارع وين ياخذنا. هاي كراسي كمان للناس اللي بدها تقعد ريحوا راسها بهالطبيعة الخلابة، شي جميل كله خضار. هاي كمان هون، هاي زبالة هون تنحط كمان. هون ما في شي، هون نشوف هون اللي على اليسار هون، شوفين في ناس هون بس ما بنعرف. هاي هون في ورد، ورد جميل. أشجار من كل شي فيه. هذا هون تمثال أو هيك شي، هم كاتبين ايمت تفتح، تفتح يوم السبت من 11 للـ5، وهاي كان اسمها. مشكلتي نكمل. هاي كله هون بعض أشجار، ورد و ممكن تقعد بها الناس، مثل هاي الكراسي هيك موجودة بكل مكان، سلات الزبالة وهكذا.
هي كبيرة هاي الجارتن يسمونها بالألماني، الحديقة يعني كبيرة. هاي حمامة ما أعرف شو هون. هاي تبعت كهرباء، وهاي خريطة الظاهر أو هيك شي عرض. ايه نتفتل بيها اليوم، نشوف شنو في هاي الحديقة، نتعرف عليها. دخلنا بكذا شارع خضار، جو جميل ماشي حاله حاليا، ما بنعرف اذا بيغلب بعدين. كرسي هون بهامبورغ بنشوف الفصول الأربعة باليوم، فتعودنا يعني. الصبح كانت تمطر، هلا شمس، وما نعرف عاد شلون كفي. كله خضار. هلا هون في هاي الشلدة، الشلدة بالألماني يعني، هي بالألماني شلدة يعني هيك مثل غارمة، مثل تسموها بالعربي غارمة، بس ما فهمت أنا شو موجودة بكل مكان يعني. وهيك صغيرة بجنب الشجر وهيك يعني، بس ما فهمت أنا شو لشو ليش حاطينهم يعني مثلا، فما عندي علم. هون هاي الخريطة، الخريطة تبعت الحديقة، وثاني شجارتي. هلا نروح لهونيك. يعني هاي الكراسي هون الناس بتقعد تشمس تفرج قدامها. الألمان بيحبوا الشمس، الألمان كونه ما تجي كثير هنا بهامبورغ، تلاقيهم يحبون. هاي قارمة كمان شتاتبو، يعني بناء دولة مثل ما يسمونه. هلا ما فهمت انا هون القارمات ليش موجودة في كل مكان، اي ما فهمت. وهون كله خضار، بس ما بعرف عنه. هاي المرة صادفنا نشوف هذا الشارع وين ياخذنا بالحديقة. يعني مثل هاي الغرمات ما فهمت انا ليش حاطينها، هو مثل هاي هيك بواري، مثل ما بتقول بواري خشب كاتبين بالغرمة.
والله هاي الفراشة ما ادري شو، ما ادري جرادة. والله حتى ضيعت بالحديقة، يعني ما اعرف منين دخلت. هلا اذا بدي ارجع بدي احط على الجي بي اس. كون شوارع تدخل من شارع تطلع بشارع، ما تعرف انت وين صرت. والله ما اشبه شي، جميلة بس بيها ناس قليل. يعني انا بعرف وحدة بالنص المدينة، هامبورغ فل دائما موجود فيها ناس كثير. يعني يمكن كونه هون على اطراف هاي الحديقة وهذيك بنص المدينة فاجباري، شي طبيعي. والله جميلة، كله خضار، شجر، ورد. عم نحاول قدر المستطاع نصور كل شيء. شكلي جيت على مكان بعرفه، لنشوف او لا. هذا مثل نهر صغير، نهر. هذا ورد، شجر، ورد، شجر، هيك كرسي يقعد الناس. تحس حاطين كراسي بكل هيك كل الأماكن اللي فيها مثلا هدوء ما فيها إزعاج. هاي هيك نهر صغير، ندخل هنا. بس هون شارع فرعي صغير، يعني ما انه هاي شو هاي تبعت مي بواري او هوز احنا نسميه كمان. يعني بل انا كنت هون، انا هذا كنت هون انا من شوي. هذا هون البيت، ورد، هون يسوون الأحواش تبعهم هيك، يعني ما عندهم أحواش هم. هون درج، ليش بالدرج وين ياخذنا؟ هلا فهمتوا هنا الظاهر من هاي الغارات الصغيرة كأنه يمكن أسماء الورود أو الشجر شو موجود وهكذا. يعني هون في ساحة كبيرة. شوف كيف، يعني حتى هنيك في بحيرة، يعني مثلا هي كلها خضار، عشب. هون الواحد يجيب فراش وينام. هاي على الجهة اليسار، هاي على الجهة اليمين. شوف هاي البحيرة هونيك، روح الصورة. شايف هاي البحيرة؟ شي جميل. خلنا نرجع وش نصور هذا، لأنه قريبين عليه احنا البناء. أو نشوف شوف موجود هون في صخر كمان، صخر سلات زبالة. شايف الظاهر هنا اسماء الاماكن سنقول.
البحيرة هنيك، بس هلا يمكن بس نرجع نصور. أول شيء صار هذا مقطع، راح نجمعه مع بعض، صور جميل. في انهار بكل مكان، او هلا هي ما تسمى انهار بس يعني مكان جاي منه مي. هذا هون ضوء هذا او هيك شيء، هاي جينا على البحيرة اللي موجودة هون. هي الظاهر مقسومة عدة اقسام، او بتمشي يمكن هاي البحيرة يقول لك انتن انت يعني بط وسمك ممنوع انك تصطادها مثل ما بتقول. حق يا زلمة، ما هو بحر هذا يا زلمة، شعب هذا اللي يجي يصيد هون. هاي البحيرة قسم منها، مشوارنا لهونيك ولا لا؟ وشو رايهم؟ يلعبوا بها الاولاد يعني مثلا؟ كوخ هذا موجود هون، كوخ كراسي. والله صخر صغار، شو الوضع هذا الصخر؟ الصخر هون حاطينه بجنب هذا الحجر الأسود، هي قطع صغيرة. يقول لك هون أوس كان يعني مخرج، ما أعرف إذا مخرج صحيح، أرجع إذا مخرج يعني. عندهم بالبيوت يسوون هيك الحوش يعني من شجر، هذا هيك ما يسوون مثلا حوش من حجر او بلوك مثل ما نسميه احنا بالسوري.
هاي نخلة. حجر هون، حجر هذا بناء هون شايف. هذا البناء الأزرق من كان بلور يعني من غزال. في ناس ما ردنا نصورهم بلكي ما يحبوا، لهيك عم نحاول مرات نسوي الكاميرا على الأرض بسبب الناس، يمكن ما يحب يمكن ما يريد يصور. والله صرنا بالأوس كامب يعني بالمخرج، وأنا ما بدي مثل ما هذا واحد هذا هون المخرج شايف هذا البناء، يعني هلا فينا هذا نخرج منه وندخل منه. هاي أم وبنتها يمكن، ورد 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 فين كاتبين كارتوفل يعني بطاطا، ما بعرف اذا شجرة بطاطا، فيكون فيهم خضروات يعني. شوف هاي مايس يعني، مايس يعني مثل هذا تبع الذرة هون، هذا دوار الشمس شكله يعني الظاهر بيها حتى خضرة هاي الحديقة يعني.
وهذا رمان ولا شو؟ تفاح، تفاح احمر، ما يمكن تفاح احمر. يقول لك هون ابو ستاند، ابو ستاند يعني خلي مسافه بينك وبين الشخص متر ونص. رجعنا من مكان ما جينا، البناء هذا الأزرق، وهنا في نهر صغير، في بط، هذا البناء هنا لك مثل بلور. صار بي هوا، صار بي هوا. وهون نخل، شجرة التمر يعني، هو بس هيك منظر ولا ما راح تثمر. هذا يعني ممنوع مثل ما تقول، يعني حاطين لك هاي ثلاث الطرقات في اصلاح، تصليح هون. شايف؟ شايف؟ ها شايفين؟ وهيك يعني احنا رجعنا المكان لكن ما جينا، يعني رجعنا على البحيرة. هذا الكوخ اللي كنا فيه شوي مثل الكوخ تقريبا تحسه يعني، وهي البحيرة اللي كنا فيها. ما نعرف نشوف شو ظل فيها، نستكشف البحيرة الحديقة. صرنا هاي الجهة ما جينا عليها، نشوف شو نستكشف بيها. ما بعرف اي شارع بروح بهذا ولا اكمل. راح اكمل، كله شجر، شجر ورد، حتى خضرة شفنا يا زلمة، شو كيوي يعني، شجرة كيوي الظاهر. هنا هاي الساحة خرج الواحد يلعب طابة، كورة على طابة. هلا عاد هون مين شارع بشارع، راح اكمل اشوف وين يودينا. شجرة شو هاي؟ تفاح؟ الله شكل شجرة تفاح هاي، ما هيك شي.
هيك بيسووا هم الحوش تبعهم. الحوش مثلا اذا كان عنده بيت ما نشقة ما بيسووا حيطان نظامية مثلنا، سووا نفس هاي اللي صورته. الزلمة هو ومرته يقول لك ممنوع الواحد يدخل عليه. نورت أمريكا هذول الصبايا التقيت فيهم كذا مرة اليوم وانا اعمل امشي بالحديقة. حبيت هذا الورد البطة. هلو في جيتس دي البطة البطة هاي. هون في ورد عدة ألوان عدة أنواع. هون كمان زود ليشا لود أمريكا جنوب شمال أمريكا كاتبين. أنا ما أعرفش ما أعرفش كان اتجاه ما أعرفش كان كان الظاهر. نخرج الخروج يلا كان منيح اليوم. شوف هون خضار كله خضار